أول رد لزوجة شقيق منال بن شليخة على اتهامات الأخيرة. تيك توكر مغربية تقلق المتابعين، دعوا معايا نموت. المحكمة تصدر قرارها في قضية جميلة الهوني ضد طليقها أمين الناجي. قناتنا تكشف تفاصيل أول عمل يجمع بين صفاء حبركو والفنان المغربي سعد المجرد. غريب وعجيب لشراء تذكرة حفلة عبد المجيد عبد الله، شاب يبيع كليتها. متابعة الرابور توتو في قضية التيجيني تتخذ مسارا جديدا. خبر عاجل، الفنان المغربي سعد المجرد وغيثة العلاكي يستعدان لاستقبال مولودهما الأول. 10 ملايين مشاهدة لحلقة بشرى أهريش مع رشيد العلالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذا الموجز الجديد. علقت المدونة المغربية جاسمين شهزادة المعروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسيونيك لأول مرة على جدل عدم زواجها بشقيق الفنانة المغربية منال بن شليخة، هذه الأخيرة التي كانت أول من تطرق للموضوع. ونشرت زوجة شقيق منال بن شليخة صورة عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، تضمنت عبارة: أنا في تلك المرحلة من حياتي حيث أبقيت نفسي خارج إطار الحجج والبراهين، حتى لو أخبرتني أن 1+1=5 فأنت فعلا محق استمتع. وأثارت الفنانة المغربية منال بن شليخة جدلا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بسبب حديثها عن زواج شقيقها من اليوتيوبر والمدونة المغربية المعروفة باسم جاسمين شهزادة، حيث تداولت صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورا لتعليق الفنانة المغربية منال بن شليخة تنفي من خلاله زواج شقيقها الذي أعلن سابقا ارتباطه بجاسمين شهزادة. وخرج شقيق منال بن شليخة عن صمته بمجرد تداول الخبر عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونشر صورة تجمعه بزوجته ووالدته ليكذب بذلك كلام شقيقته منال. ويبدو أن العلاقة بين منال بن شليخة وشقيقها وزوجته متوترة، لا سيما بعد إلغاء متابعتهما عبر موقع التواصل الاجتماعي بالإنستغرام. الحاجة الوحيدة اللي تقدر تدعو معايا بها هي الموت، بكسافي اش قدر نسامع. أثارت التيك توكر المغربية وداد سيري قلق متابعيها عبر حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي إثر ظهورها في مقطع فيديو توجه من خلاله طلبا غريبا لجمهورها. وطلت وداد سيري على متابعيها وملامح التعب ظاهرة على وجهها، وطلبت منهم الدعاء لها بالموت للحصول على الراحة على حد قولها، الأمر الذي جعل عددا منهم يتوقعون بمرورها بأزمة نفسية. وعادت سيري في تدوينة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام تكشف من خلالها حقيقة إصابتها بالاكتئاب حسب ما تم الترويج لها، وكتبت خريجة برنامج عرب جود تايلاند في المنشور الذي شاركته على شكل ستوري: ما فيش اكتئاب، علاش كتقولوا هكا؟ عندي القولون العصبي والمعدة. قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط قسم قضاء الأسرة يوم الاثنين بتحويل قضية إسقاط ولاية الأب التي رفعتها الفنانة المغربية جميلة الهوني على طليقها الفنان أمين الناجي للمداولة. كشف زكريا حجام محامي جميلة الهوني في تصريح لأحد المواقع الإلكترونية أنه يرتقب اليوم الثلاثاء إصدار المحكمة الابتدائية للحكم في القضية التي أصبحت قضية رأي عام. وتحولت قضية الهوني إلى قضية رأي عام أماطة للثمن عن حجم الحيف الذي تعاني منه الأم المغربية بسبب موضوع الولاية، إذ تعتبر الهوني معركتها اليوم معركة كل الأمهات المغربية، وبأن الوقت قد حان للتغيير. يذكر أن المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط كانت قد أرجأت يوم 9 يناير الجاري النظر في الدعوى التي طالبت فيها الهوني بإسقاط ولاية الأب والحصول على حكم استعجالي للتصرف في الأوراق الإدارية لابنها إلى غاية يوم الاثنين الموافق 16 من الشهر الجاري. وكانت الممثلة جميلة الهوني قالت في تصريح سابق لأحد المواقع الإلكترونية: كنشكر الناس اللي ساندوني وصدمنوا معايا، القضية ديالي قد تحكم هاد الشهر. وشددت الهوني التي تحظى بشهرة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي على أن المحكمة حددت يوم 16 من الشهر الجاري موعدا للحسم في قضيتها ضد طليقها.
يرتقب أن تلعب الممثلة المغربية صفاء حبيركو دور البطولة في كليب غنائي جديد للنجم المغربي سعد المجرد تحت إدارة المخرج محمد علي العويني. مصدر موثوق كشف لقناتنا أن الكليب سيجمع لأول مرة بين المجرد وحبيركو، كما سيعرف مشاركة الكوميدي المغربي رشيد رفيق والفنان المغربي عمر لطفي. ويستعد الفنان المغربي سعد المجرد لإصدار أغنية جديدة تحت عنوان أشخبارك بعد غياب دام قرابة السنة عن طرح أغاني باللهجة المغربية. واختار الفنان المغربي سعد المجرد حسابي عبر منصة التواصل الاجتماعي بالإنستغرام للترويج لهذا العمل من خلال مقطع فيديو كوميدي ظهر فيه وهو يردد عبارة الله يودي التي اشتهر بها النجم المغربي محمد الجم، كما أرفقه بعبارة قريبا ووسم أشخبارك. من الجدل الشديد أثارها شاب خليجي بعد أن أعلن عن بيع كليته من أجل شراء تذكرة لحضور حفل غنائي لأحب المطربين لقلبه. وقال الشاب المعني في أحد اللقاءات أنه ما زال يشعر بالجراحة التي أجراها مقابل حضور حفل نجمه عبد المجيد عبد الله الذي أقيم حفله الغنائي منذ أيام، معرضا نفسه لانتقادات شديدة بسبب ما قام بها. وفي سياق آخر، يستعد النجم عبد المجيد عبد الله لإحياء حفل غنائي ثالث بموسم الرياض وذلك يوم 20 يناير الجاري، وهذا بعد النجاح الكبير الذي حققه في الحفلتين اللتين أقيمتا خلال الساعات القليلة الماضية. وطرح عبد المجيد عبد الله أحدث أغاني خلال شهر ديسمبر الماضي وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ولاقت استحسان كافة محبيه. اتخذت متابعة الرابور طه فحصي الشهير فنيا بطوطو من قبل القضاء على خلفية الشكاية التي تقدم بها الصحفي محمد التيجيني منعطفا جديدا بعد إدخال الملف للمداولة في انتظار النطق بالحكم. وكشف المحامي محمد كروطة دفاع التيجيني في تصريح خاص به أحد المواقع الإلكترونية أن الملف حجز للمداولة والنطق بالحكم خلال هذا الأسبوع. وأوضح المحامي ذاته أن الرابور الشهير تغيب عن الجلستين السابقتين حيث أدلى في الأولى بشهادة طبية، فيما غاب عن الجلسة الثانية هو ودفاعها. وفي سياق متصل حل مغني الراب طه فحصي الشهير بالجراندي توتو يوم الخميس المصارم بدولة تونس حسب ما أعلن عنه عبر صفحته الرسمية بالإنستغرام تزامنا مع اقتراب مصوله أمام القضاء على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضده الصحفي محمد التيجيني. ويبدو أن الرابور المغربي الجراندي توتو قرر السفر خارج التراب الوطني بعدما منع من ذلك شهر أكتوبر المصارم من طرف المصالح الأمنية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء بعدما حاول السفر إلى إحدى الدول الأوروبية لإحياء حفل فني. يستعد النجم المغربي سعد المجرد وعقيلته غيثة العلاكي لاستقبال مولودهما الأول خلال الأشهر المقبلة. وكشف مصدر موثوق حصريا لقناتنا أن زوجة المجرد حامل منذ مدة وتنتظر بفارغ الصبر وضع جنينها في القادم من الأيام. وأكد ذات المصدر أن الثنائي يعيش سعادة كبيرة وكذا عائلتهما، خصوصا الفنان البشير عبدو والممثلة نزار الرقراقي اللذان يستعدان لاستقبال حفيدهما الأول. وتحفظ المصدر ذاته عن الكشف عن جنس الجنين حفاظا على عنصر التشويق لدى محبي النجم المغربي. حققت حلقة الممثلة المغربية بشرى هريش التي حلت فيها ضيفة على برنامج رشيد شو الشهير والذي يقدمه الإعلامي رشيد العلالي. وكشف العلالي من خلال منشور شاركه عبر خاصية القصص القصيرة لحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام أن حلقة الممثلة بشرى هريش وفاطمة الزرقاء الحرش وصل عدد مشاهديها لعشرة ملايين مشاهدة عبر القناة الثانية. وعلق العلالي على هذا النجاح قائلا: كنتم أكثر من 10 مليون مشاهدة، تابعتم معنا الحلقة يوم الجمعة، شكرا لكم. بهذا الخبر أقول لكم شكرا على حسن انتباهكم وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.